برنامج يعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بالحلقة 14 من برنامجكم لغتي لغتك. أنا معكم المعلمة نهلة صالح، وأيضا الطفل عبد الرحمن. اليوم الموضوع عن الأفعال، رح نتعلم بعض الأفعال الأكثر استخداما. نبدأ. بعض أفعال الأكثر استخداما. نام. 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 استيقظ. 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 ذهب. 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 جاء. 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 اقترب. 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 تعد. 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 أكل. 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 شرب. 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 لعب. لعب. قرأ. 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 كتب. 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 سمع. 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 نعيد. نام. نام. استيقظ. استيقظ. ذهب. ذهب. جاء. جاء. اقترب. اقترب. تعد. تعد. أكل. أكل. شرب. شرب. لعب. لعب. قرأ. قرأ. كتب. كتب. سمع. سمع. همس. 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 جمع. 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 حمل. 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 جلس. 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 جزر. جلس. جزر. جلس. صعد. 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 وقع. 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 همس. همس. جمع. جمع. حمل. حمل. جلس. جلس. صعد. صعد. وقع. وقع. همس. همس. جمع. حمل. جلس. جلس. صعد. صعد. وقع. وقع. نكرر. نام. استيقظ. ذهب. ذهب. جاء. جاء. اقترب. اقترب. تعد. تعد. أكل. أكل. شرب. شرب. لعب. لعب. قرأ. قرأ. كتب. كتب. بعض الأفعال الأكثر استخداما. نام. استيقظ. ذهب. جاء. اقترب. تعد.
أكل شرب لعب قرأ كتب سمع همس جمع حمل جلس صعد وقع. مرحبا. هلا أنا كشخص عادي بتعامل مع الصم بشكل دوري، عندي كتير من الأساسيات لازم أنا ركز عليها عند التعامل معه. أول شيء لازم حط ببالي إنه فئة الصم هنن جزء ما بيتجزأ من المجتمع، وهلن إلن حقوق وعليهن واجبات. تاني شيء لازم ركز عليه إني أنا ما أتعامل معهم بشفقة، وما أحسسهم إنه هنن أقل قدرة أو كفاءة، لأنه هذا بسبب لهم أذى نفسي. كمان لازم الأمور اللي لازم نركز عليها إنه نشجع هذه الفئة على إنها تنخرط بالمجتمع، بكسبهم التعليم، بكسبهم العمل المناسب، لحتى خرج الطاقة الموجودة عندهم لاحقا. طبعاً نحن لازم نركز إنه لازم بس نحكي مع الصم، لازم نحكي معهم بهدوء، نحكي معهم ببطء وبالطريقة التواصلية اللي بتناسبهم. وكتير مهم إني أكد إنه هو فهم الموضوع اللي أنا عم بحكي معاه ولا لا. كمان لازم نحكي مع الصم بطريقة إيجابية ونحاورهم بكل الأمور، حاوره بكل الأمور اللي هو بده يحكي فيها وكل المواضيع، لأنه نحن بنعرف إنه الطفل الأصم ما في يحصل على المعلومة إلا من الأشخاص السامعين الموجودين حوله. وطبعاً أنا بركز على قصة إنه ما نحكي بإعاقة الطفل الأصم أو نتحدث معه بهذا الموضوع إلا إذا هو حابب يحكي بهذا الموضوع. مرحبا، اسمي عمر إدلبي، أنا أصم، أنا بحب الرسم كتير. اليوم رح تشوفوا رسمات أفلام كرتون بالتلفزيون. باي، بحبكم كتير.